المواطن رائد صباح من مكون المسيحي، أصلي من كركوك، مهجر بأربيل صار لي 5 سنوات. كان عندي محل مع الحاسبات وموبايلات وكارتات جملة ومفرد. صار تعامل عندي وياهم من صار حسابهم ثقيل، طالبتهم بالفلوس فما سددوا لي وقاموا يهددون. بالبداية ما اشتكيت، بس من وصل حد أنه يوصلون محلي ويهددوني ويكفروني ويحاولون سحبي بالقوة خارج المحل، مباشرة اشتكيت. و2015 نهايته تعرضت إلى محاولة خطف وتهديد داخل محلي. قسم من الفلوس كان بها وصولات قمت دعوة واستحصلت الفلوس، وتقريبا 18 مليون ما بها وصولات، يعني كانت على الثقة يعني منطيهم وراحت، يعني قمت شكوى عليهم. اجى حلف قسم انه ما مطلوب وراحت الدعوة خسرتها يعني. و5 8 2016 اي بعد الحكم بيومين اجوا مجموعة مسلحة اثنين هما للمحل، دخلوا انت رائد؟ قلت له اي. قال اذا بقيت بالعراق نصفيك. قمت من الكرسي بس قلت شنو الموضوع؟ قال انت تعرف كل زين شو، حتى حط ايده على المسدسة، قال انت تعرف كل زين شنو الموضوع. وعزلت المحل، وثاني يوم جيت الاربيل وصارني 5 سنوات من اربيل انا وعائلتي. يعني زوجتي واطفال اثنين، طفله وهسه جاني هنا طفل ثاني. محلي كلها تفلشت راحت. بيتي باقي بكركوك، عندنا بيت بكركوك، بس محلات اثنين كان عندي تفلشن، حتى الديونهم راحت كلها، يعني ما جزء قليل استحصلت منه. انت ليله ويوم تعوف محلك بالملايين بيها، يعني راحت كلها. يعني اذا انا باربيل ولحقني، من عرف اني ما مهاجر خارج العراق هنا هددني وعرض حياتي للخطر، بس الحمد لله الله سترني واضطريت اشتكي هنا بمحكمة اربيل، والدعوة بعدها قائمة ما محسومة هنا بمحكمة اربيل. قبل ايام دعا دولة رئيس الوزراء المحترم، دعا المسيحيين والغير المسيحيين المهاجرين للعودة الى العراق، فاني اناشده وأريد يفتح يعني عفوا إعاز إلى وزارة الداخلية، إلى الأجهزة الأمنية، إنه هاي العصابة ليش مستمرة بتهديدي ولو يصفوني لو يهجروني خارج العراق بالقوة. نعم، وإحنا تدري المسيحيين يعني ما عدنا عشائر، المسيحيين ما عشائر ما عدنا، يعني إحنا حقنا من نريد ناخذه بالدولة، تمام أستاذ؟ يعني المسيحيين مستضعفين، يعني الإرهاب مستهدفنا، العصابات الإجرامية مستهدفتنا. عام 2008 انخطف والدي هو وسيارته، ودفعنا 50 مليون فدية، واليوم 13 سنة لحد اليوم ما ملزوم العصابة. 2010 أني تهددت من قبل إرهابي، هددني قال لازم أنت مسيحي تدفع 20,000 دولار فلوس، وتعاونت مع القوات الأمنية وصرت طعم ولزمنا الحمد لله. لزم من قرار القوات الأمنية البطلة، سوت خطة فتشي يعني الله يحرسهم ولزم. وهاي 2015 أيضا تهددت، يعني إحنا وين نروح؟ غيرك ودولة لازم تحمينا. أريد أناشد أيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى، أناشده أطلب منه طلب مقابلة ليعرف ما لديه من أوراق ومستمسكات تثبت الظلم اللي وقع عليه في كركوك. المتهم ارتكب جريمة لا تغتفر بحقي وبحق القضاء وحق الدستور، وأطلب مقابلة. واني قبل شهر قدمت طلب مقابلة لسيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى عن طريق سيادة المستشار عماد يوخنة، قدمت طلب وأرجو الموافقة عليه حتى أعرض عليه ما لدي من أوراق تثبت الظلم اللي وقع عليه في كركوك. تأذينا هواية من وراء شهود الزور، شهود الزور يعني أنا أحد ضحايا شهود الزور، يعني ب 25,000 و 50,000 يعني، حتى ورا ما هددني في أربيل وعرف أنه قائم عليه دعوة في أربيل، قام عليه دعوة في كركوك، دعوة كيدية.